اعتقادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه وطلبة العلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله. حسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي الدرداء في حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وموت العالم من أعظم المصائب التي لا تشفر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. قال الناظم: فما الرزية فاقتمال، ولا شهاة فموت ولا بعير، ولكن الرزية